بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس اللي فات كان على جزئين، خلصنا فيه الدور البدروم. ان شاء الله النهاردة عايزين نعمل الدور الارضي. طبعا احنا مش محتاجين نكرر كل المهارات اللي فاتت، مش محتاجين نضيع وقتنا كله عشان نلحم ونربط ونعمل كل حاجة. اكيد الدور الارضي اطاره الخارجي غالبا هو نفس اطار البدروم، واوقات كتيرة جدا بيبقى جدران فوق جدران، واكيد الاعمدة فوق الاعمدة. ففي الدرس ده انا هستغل دور البيزمنت اللي هو دور البدروم، ان انا هاخده اعمل منه كوبي واقعد اعدل فيه عشان اوصل منه للدور الارضي بدل ما اعيد شغل من جديد، لان لو اعيد شغل ما كنت سجلت الدرس، لان مش هيبقى فيه جديد. يعني هنفتح كده برنامج الكاد، ده الارض اهو، عندي شويه سلالم وهاند ريل، وبعد كده ايه مدخل لليمين ومدخل للشمال خلاص واستقبال وحاجات زي كده، وبعدين ايه بطلع الدرجتين تاني، ودي منطقه السلالم، ونالوبي توزيع طرقة كده بخش فيها، ولا ايه مداخل الشقة اليمين ومداخل الشقة الشمال وهكذا. طبعا السلالم دي هي نفس السلالم بتاعت البدروم، والمسقط ونفس مسقط البدروم، والانشائي ومعظم الجدران هي هي، فانا مش مستاهل ان انا ايه اقعد الحم واعمل الكلام اللي فات ده كله. هاخد دول كده اعمل له كوبي، كنترول سي كنترول ان ملف جديد، واعمل كنترول في زد انتر اي انتر عشان اعمل زوم. هاخد الحاجات اللي ما تهمنيش اعمل لها ديليت. في الدرس اللي فات اتعلمنا ان انا ممكن كليك يمين هنا واقول له لايرز 2 واقول له لير ووك، يعني طلع لي لسته بالليرات عشان اختار لير معين، والمفروض بقول له انا عايز الوولز بس، يبقى بجنب نفسي ان انا اقعد احذف الطبقات اللي ملهاش لازمه. لكن انا خاف يكون في حاجه مرسومه وهي جدران والمفروض ارفعها واتحطت عن طريق الخطا ضمن طبقه من دول، فانا افضل ان انا ايه احذف بايدي، ولو اتاكدت خلاص ان كل شيء مظبوط ممكن اخد الوولز بعد كده. طبعا لو ده شغلي وانا عارف ان انا حاطط طبقات مظبوط خلاص. هاجي هنا هقول له هاتهم لي كلهم اول طبقه، وبالشيفت اختار اخر طبقه واقول له كلوز. مدله الملوش لازمه مؤقتا كده، المحاور الشيء دي كده ديليت كل ده ما يهمنيش. هنا وصف للشبابيك، شباك خمسه شباك خمسه، المفروض هنا جدول يقول لك شباك خمسه طوله كذا عرضه كذا، ازاز خشب المونتال وهكذا، وصف دول. وبعدين هدلت الحاجات دي كلها، عايز بس اخف الرسمه شويه عشان اروح الماكس ما تبقاش فيها مشاكل. ممكن في حاجه كويسه قوي ان انا اجي هنا اهوت للطبقات لير مانجر اسلوب بديل يعني، وان انا هاجي هنا اهوت على اللير اللي اسمها وول خلاص، واقوم مجمد قافل كل الطبقات بحيث ما يتعدلوش. لما الطبقات كلها بشيفت وانزل لتحت اقول له ايه ومضغط القفل كل الطبقات كده غير قابله للتعديل، وبعدين اجي على الطبقه اللي اسمها وول وافتح القفل بتاعها، يبقى هي دي الطبقه الوحيده. اسف كنترول زد واقفل القفل تاني واختار الطبقه دي بس واقوم فاتح القفل بتاعها. يبقى انا دلوقتي ممكن اتعامل مع الوولز بس، او معلم على المشهد كله واقول له موف واخد الطبق واخد الجدران على جنب، طبعا هي بس اللي بتتحرك معايا، واقوم ضغط. لو اتبقى لي هنا جدران يبقى انا في غلط، لو ما اتبقاش جدران خلاص هناخد دي كده ونطمن وراها. هنا نبص هنا هل في جدران، كل ده الازرق ده ازاز، السلالم هنا مش قضيه قوي، ازاز ازاز شبابيك درجات سلم، يعني واضح ان الرسم تقريبا مظبوط، انا كده مش سايب ولا جدار. يبقى هي دي الولز اللي عندي خلاص، اقوم واخد دول كده واقول له ايه ديليت. طبعا انا مش هقعد الحم واعمل الكلام ده كله. في هنا الظاهر خطوط فوق بعضها باينه حتى من بره، ما علينا. هقول له ال ايه لير مانجر او افتحه من الرمز ده واعمل طبقه جديده واسميها مثلا 2 ماكس، واخد الوولز دول واحطهم في الطبقه اللي اسمها 2 ماكس اسكيب، واقوم مخزن 2 ماكس ايوه كده، واقول له فايل واقول له سيف از او سيف. في المشروع بتاعي المجلد فين؟ مثلا جراوند الارضي سيف، خش الماكس. انا هنا عندي الارضي بقى موجود جاهز، اف 3 فايل سيف از، واقوم مسميه جراوند، يبقى ده كده ايه الارض. واخد البلان ادخله هنا، طبعا البلان ده كده انا مش محتاج له عشان بس ما يلخمنيش، واعلم على الجروب ده اقول له جروب كلوز ولا طيب فايل امبورت ملف اوتوكاد
من المجلد بتاعي، ملف الجراوند اهو. انا هنا يعني انا اصلا البلان اللي انا داخل عليه هدخله دلوقتي، انا عايز اشوف فروقاته ايه عن البدروم، انما انا مش هبنيه، فلحمته ما لحمتوش مش قضيه قوي. اهم حاجه اختار طبقه واحده عشان يخش كتله واحده. فانا حاطط البلان كله في الطبقه اللي اسمها تو ماكس، واقوم واخده كده اهوت، واقوم ملونه باللون الازرق مثلا. هطبق بقى الاتنين فوق بعض واشوف المفروض اعمل ايه تاني، يعني اغير ايه. طبعا هنا في الدور الارضي المفروض فينا اقواس، الاقواس دي بتعبر عن البرجين. نرجع هنا للكاد او بس، هو الاقواس هنا معمولين كلهم ازاز. نرجع كده للتصميم الاصلي اهو، الاقواس كلها اهي. وهنا الظاهر في عمود يشيل يشيل البلكونه اللي بره ولا ايه؟ نشوف العمود ده بتاع ايه المتكرر هنا. العمود ده بتاع ايه؟ العمود يعني ده ملوش اي تأثير اي شيء، يعني يمكن يكون شايل. نبص كده في الواجهة برضو مش موجود خلاص. ملاحظين مثلا هنا بالمناسبة ان الادوار المتكررة الكيرف بتاع البلكونة عليه اعمدة كده سابق ولاحق رخام، وكذلك برضو الموضوع في الارضي. بس مع ذلك هو الراجل هنا موجودين في المتكرر اللي هم دول تلات أعمدة، دول تلات أعمدة يمين وشمال، مع ذلك في الأرضي مش موجودين، المفروض موجودين هنا كده. وممكن يكون نسي يحطهم ولا حاجة، بس هو حاططهم لك في الواجهة. طالما حطهم في الواجهة هو أكيد قصده، هنبقى نجيبهم بعدين. هخش على الماكس هشوف أي حاجة كده ممكن أطبقها، أي نقطة أنا عارف مكانها أطبقها مع زميلتها. شغل سناب تحريك واخد الركن ده أهو، مع الركن ده ممكن اضغط مسطره عشان اقفل، عشان اقدر امسك بالسناب كويس، وامسك من النقطه دي كده من الركن ده وموقف على الركن ده. طبعا التطابق هنا ايه واضح، ان كل شيء تقريبا يعني كل شيء مظبوط. هنيجي نهوت الت ايه الاين، وانزل تحت واقول المينيموم في المينيموم في الزد، تحطها لي في الارض دي. واخد الجزء ده واخد الجزء ده واخد الارضيه بتاعتي و Alt Q اعزل. دول بقى اللي هشتغل معاهم. انا بقى عايز اقفل في الجدران ده اهي خلاص، عشان ايه تبقى ماشيه مع البلان الازرق. Alt W ونبص. ناخد ده نحركه كده ايه، نوقف السناب ونحركه سنه كده. الضلع ده اصلا مش موجود. كنترول زد هناخد بقى ايه الجسم الاحمر بتاعنا اللي هو البلان الاصلي بتاعنا، واقول له مثلا ورينا مستوى النقط، واقول له هات لي النقطتين دول واعمل لي ديليت، وهات لي النقطه دي واعمل لي اس سناب. خلاص ده جزء ايه جوه الجدار، يعني مش قضيه ان انا افرغه. الحته دي مقفوله، اخد الاضلاع اللي هو 2 بالكيبورد، واحذف الضلع 2 واقول له انا عايز اللي عدى عليه بالكامل بس اختاره. اخترت الضلعين دول واقول له ديليت، وبعد كده اختار مستوى النقط واعمل بالسناب وقف النقطتين دول على النقطتين دول، وبالمره اعمل ويلد واقوم مدلت النقطتين دول. اخد النقطتين دول كده وامدهم هنا، وبعدين Alt W وقف هنا كده. وبعدين في هنا ايه جدار مش موجود خالص، Alt W. الحتت السهلة نعملها الأول وبعد كده ايه نشوف هنحل الباقي ازاي. مستوى الأضلاع اخد الضلع ده اتنين واخد الضلع ده، واتنين واخد الضلع ده كده، اوقف السناب واقول له ديفايد عايز اقسمه، احط فيه نقطة اتنين نقطتين، واشغل السناب اخد النقطة دي كنترول زد
واحد عشان النقط، باخد النقطة دي هنا أوديها هنا، والنقطة دي أوديها هنا، والنقطة دي أوديها هنا، وأعلم عليهم وأخليهم كلهم نقط كورنر. وبعدين أخد النقطة دي أخليها هنا، والنقطة والضلع ده كده أقسمه بشوية نقط، لو في نقط زيادة بعد كده أشيلها. واحد مستوى النقط، ودي هنا ودي هنا ودي هنا ودي هنا ودي هنا، مظبوطين اهم. واخد النقط دي كلها كده اخليها كورنر، بعدين هاجي على الاضلاع دول واقسمهم مستوى النقط، واخد النقط دي كلها كده اخليها كورنر، واخد النقطة دي هنا كنترول زد، النقطتين دول كده، النقطتين دول يمين شوية، النقطة دي. وبعدين اتنين مستوى الأضلاع ديفايد في النقط برضو، امسك النقطة دي هنا والنقطة دي هنا وهكذا، ديفايد برضو انا عايز كنترول زد، عايز اقسم ده بس مستوى النقط يعني خلاص، دول كده مش لازمة. ماشي، محتاجين هنا نقطة لسه، كفاية نقطة واحدة، واحد مستوى النقط. اللي عملناه تحت هنعمله فوق، مستوى الأضلاع خد ده حط فيه نقطة واحدة كفاية، مستوى النقط. هل دول كده مكانهم مظبوط؟ احذف النقطتين دول، الحته دي مفتوحه، واخد الضلع ده وديليت، واخد الضلع ده وديليت، واخد الضلع ده واقسمه مستوى النقط، احط دي هنا كنترول زد اشغل السناب، كل النقط دي كورنر، النقطه دي كده ملهاش لازمه، اسف كنترول زد ديليت، تبقى النقطة دي كده محتاجة تتلحم، ويلد واشيل دي كده ملهاش لازمة، ممكن اشيل النقط دي كده اتاخرها، او اقف على المسار ده كده اعمله تيست، وقف السناب واحركه كده شمال شوية، اهو انا كده ايه شفيت الشكل الازرق مظبوط. طب كنترول زد، اللي حصل في اليمين هيحصل في الشمال، فممكن اخد المسار ده واضغطه بالشيفت واسحبه كده، وبعدين اجي هنا اهو اقول له انا عايز ميرور بالعرض، واجي في الشكل بتاعي على المسارات برضو الشكل التاني بقى، اجي في مساراته واقوم مدلة الحتة دي ومدلة الحتة دي، وبعدين ممكن اجي على النص التاني من المبنى، النص التاني من المبنى اهو، واشيل الاكسترود بتاعه واعدي على النص الاولاني من المبنى واقول له اعمل لي اتاتش وخد النص التاني معاك، يبقى كده كله ايه شكل واحد. بعد كده اعلم على المسار ده وبالسناب اقوم واخد دي هنا كده، طالما ايه اليمين هو الشمال، ممكن برضه اعمل ميرور يمين وشمال في الحته دي، لكن ايه يعني مش عايزين نضيع وقتنا قوي. مستوى النقط مستوى الأضلاع محتاج نقطة اتنين تلاتة،